أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المشهد. ومشهد اليوم مشهد يتعلق بالمشهد الفلسطيني وما تحاول أن تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. وفي هذا الإطار بيأتي موضوع حلقة اليوم وهو تحذير من الاتحاد الأوروبي لإسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة حسب ما كانت إسرائيل تنتوي. فيسعى الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من ضم الأجزاء التي تستهدف إسرائيل ضمها من الضفة الغربية المحتلة حتى لا يضطر للرد على حسب تعبيره. فأعد تحذيرا يهدف لإقناع الدولة العبرية بالتخلي عن خططها بهذا الصدد لتجنب فرض عقوبات عليها. قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في مقابلة مع وكالة فرانس بريس إن عددا كبيرة من الدول دعم الجمعة مسورة نص قمنا بإعداده مع نظيري الأيرلندي سايمون كوفيني نحذر فيه من ضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. هكذا جاء نص بيان وزير الخارجية في لوكسمبورغ. وقال أيضا نحن لا نتحدث عن عقوبات بل نصنع أو نضع أنفسنا في وضع استباقي. هذا النص ليس هجوميا كما جاء على حد تعبيره. أيضا أضاف في بيانه أوضح أن النص يتألف من 4 نقاط وقال نحيي الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونذكر بأن إسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي لكننا نحذر من أن ضمن للأجزاء من الضفة الغربية سيشكل انتهاكا للقانون الدولي حسب ما جدد وأكد مجددا. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة ودول المنطقة ويذكر بدعمه لحل تفاوضي لدولتين من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وشدد على أنه لا بديل لهذا الحل ولم يقدم حلا آخر قابلا للاستمرار. للمزيد من القراءة والتعليق ينضم إلينا بعد قليل الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أرجو أن تبقوا معنا حتى نبدأ النقاش وحتى يبدأ حديثنا في هذه الحلقة من المشهد. يمكننا متابعة تقرير عن موضوع الحلقة وهو تحذير الاتحاد الأوروبي إسرائيل من ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية المحتلة. خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني مع إسرائيل معتبرا أن ضم أراضي في الضفة الغربية يقوض فرص التوصل للسلام. الرئيس الفلسطيني أشار في كلمته أمام الاجتماع إلى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي عليها أن تتحمل ابتداء من الآن جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك ردا على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب له أمام الكنيسة الإسرائيلي المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وذلك في أعقاب موافقة الكنيسة على حكومة الوحدة الجديدة. هذا وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لإسرائيل مع الأردن. وفي رد فعل على الخطط الإسرائيلية طلب الاتحاد الأوروبي في بيان له الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة لافتا إلى ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي. كما أكد الاتحاد تمسكه بمواقفه المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة مشددا على أن لانتهاك القانون الدولي عواقب إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد الحديث عن عقوبات حاليا حيث أنه ما زال لديه 2 شهر حتى 15 يوليو القادم لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع. وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين ووصفها بأنها تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي.
من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا الكريم الذي شرفنا في الاستوديو الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. بنرحب بك دكتور عماد، وإذا لنا لأنه معنا عبر الهاتف منذ قليل ينتظر الدكتور أحمد رفيق عور أستاذ الإعلام بجامعة القدس. دكتور أحمد تحياتي لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. كيف تنظر إلى نوايا إسرائيل التي استلزمت بعض ردود الأفعال، ربما من بينها ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه ستكون فلسطين أو السلطة الفلسطينية في حل من التفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وربما من الردود المهمة اليوم هو ما أعلنه الاتحاد الأوروبي من تحذير لإسرائيل من انتهاك القانون الدولي؟ كيف تثمن هذا التحذير، وخاصة أن فيما يبدو الولايات المتحدة وإسرائيل يعني لا يلتفتان كثيرا إلى هذه المسائل؟ أولا تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم، وكل عام بخير، وشعبنا الفلسطيني والمصري والعربي بخير أولا. ثانيا، كما تفضلت حضرتك، الإسرائيلي والأمريكي واضح أنهما يذهبان باتجاه مخطط ليس مخطط سياسي أمني على الإطلاق. كما قال السفير الأمريكي فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل فريدمان، قال المسألة الضم ليست متعلقة بالمال والأعمال، متعلقة بالروحانيات والعقائد. نحن أمام عقلية لاهوتية استعمارية، وهي تعادي العالم كله من أجل أن تضم. يعني الضم، فكرة الضم لا تحقق أمن لإسرائيل، لأن خبراء الأمن في إسرائيل يقولوا هذا لا يحقق أمن. العالم كله يرفض خطة الضم، القانون الدولي يرفض الضم، الفلسطينيين إلى آخره. إذا لماذا الضم؟ لماذا الضم هنا في تحقيق، كما قال هذا الحاخام فريدمان، إنه لتحقيق العقائد والروحانيات. اللوبيات الضاغطة في الإدارة الأمريكية، وهي لوبيات يهودية أرثوذكسية ولاهوتية، وأيضا هناك في يعني هوس ديني تدعم هذه الإدارة، بالإضافة طبعا لرؤاها الاستعمارية، يجب أن نهمل ذلك. ولكن ما يحرك هذه الرغبة في الضم هو رؤية حاخامية حقيقية تقول بوحدة الأرض، وحدة الشعب، وحدة الثورة. ولهذا السبب إسرائيل كما قلت حضرتك أيضا أنه قد تضرب عرض الحائط بكل ذلك، ولا تعتبر أنه كل ما قيل يعني يصد أو يرد عن الضم. الآن موقف الاتحاد الأوروبي موقف حتى الآن طبعا نثمنه، شكرا له، وإحنا نريد من هذه المواقف الدولية، مهم جدا أن يتم محاصرة الإدارة الأمريكية، مهم جدا أن ننزع الشرعية عن المحتل وأن نحاصره. ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي عنده حساباته، يعني الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة يعني إلى حد كبير يمارس دور ناعم. طبعا لن نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يكون فلسطيني أكثر من فلسطينيين، عربيا أكثر من العرب. وبالتالي تفضل. لا، الحقيقة يعني أنا بستمع لحضرتك، ودي كانت أفضل مقدمة ربما يعني نبدأ بها هذه الحلقة. يعني بكتفي بهذا القدر، وبشكرك شكر جزيل الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس، شكرا جزيلا لحضرتك. وبتحول معكم مشاهدينا الكرام لضيفنا في الاستوديو الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. وربما زي ما أشرت يا دكتور عماد يعني بعد تجديد الترحيب بحضرتك، إلى أنه دكتور أحمد رفيق عوض فتح الموضوع بشكل جيد. يعني نقدر نقول أن كل دول العالم تنادي بالشرعية، تنادي بتطبيق القانون الدولي، تنادي بحل يعني مبني على مقررات وقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتسويتها. ومع ذلك الجانبان الأمريكي والإسرائيلي يسيران في اتجاه منفرد. يعني مش هسأل حضرتك سؤال مكرر وكيف تتمن رد الفعل الأوروبي، ولكن ما الذي تريده إسرائيل حقيقة، وأي فرصة للسلام ما زالت باقية؟ أستاذي دعنا بداية نتحدث عن من المستفيد من سياسة الضم. المستفيد من سياسة الضم ليست إسرائيل وحدها، بل أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب هي أيضا مستفيدة من سياسة الضم، وخاصة أنها مقبلة على انتخابات للإدارة الأمريكية. ترامب يريد كسب الأصوات، أصوات اليهود داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل إسرائيل تريد تنفيذ سياسة الضم وتوسيع خطة حزب الليكود وخطة بنيامين نتنياهو في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وأراضي الأغوار في المحاذية
للمملكة الأردنية الهاشمية. كل دول العالم حذرت من هذه الخطوة لأنها تنهي حل الدولتين. الاتحاد الأوروبي كان له بيانا قوي اللهجة اتجاه هذه السياسة وحذر إسرائيل من الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة. المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله حذر إسرائيل من تنفيذ هذه الخطوة لأنها تهدد اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية. أيضا هناك تصريحات من جون بايدن المرشح للإدارة الأمريكية دعا إسرائيل لعدم تنفيذ هذه الخطوة لأنها تهدد عملية السلام وتنسف كل ما تبقى من خيارات حل الدولتين. الآن علينا أن نقيم إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ سياسة الضم وقامت بضم كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، أي ما نسبته 30% من مساحة الضفة الغربية، وهي بالتالي تنهي خيار حل الدولتين. وهذا يأخذنا إلى منحى جديد وهو خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية، وبالتالي هذا الخيار قد يؤثر على فكرة القومية الإسرائيلية اللي هي إقامة دولة يهودية في إسرائيل، وبالتالي المنطقة مقبلة على حالة من العنف وحالة من التطرف وحالة من الفوضى قد تجربها إسرائيل اتجاه خطوة من هذا النوع. يعني ده طبعا شيء متوقع، لكن خلينا يعني حتى لا نستبق الأحداث ونقرأ مع حضرتك بهدوء أكثر. حضرتك أشرت إلى أنه دائما ما تكون مثل هذه القرارات والإجراءات على سبيل الدعاية الانتخابية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية مع انتخابات الرئاسة المقبلة أو في إسرائيل نفسها. لكن الإشارة المهمة اللي حضرتك قلتها أنه دائما ما تكون هذه بهدف كسب أصوات اليهود داخل الولايات المتحدة الأمريكية المبنية بالتأكيد على معتقد ما، المسألة ليست سياسية محضة. خلينا نعرف إيه هي طبيعة الأراضي اللي بتستهدفها إسرائيل قبل أن نتحدث أكثر عن فكرة إقامة دولة واحدة وإلغاء حل دولتين. إسرائيل تريد السيطرة على كل المستوطنات، كل الكتل الكبرى في المستوطنات المحيطة في مدن الضفة الغربية، وهي بالتالي ما يعادل 30% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. هذه المدن أو هذه المستوطنات تقطع أراضي محافظات الضفة الغربية عن بعضها البعض، وبالتالي إذا سيطرت إسرائيل أو إذا ضمت إسرائيل هذه الأراضي للسيادة الإسرائيلية تصبح أراضي الضفة الغربية عبارة عن كونتينات منفصلة عن بعضها البعض، ولا تصلح لقيام كيان فلسطيني يعني يصلح لإقامة دولة فلسطينية عليه. وبالتالي إسرائيل تريد أن تبقى المستوطنات تحت سيادتها وتبقى هي في قلب مدن الضفة الغربية، وهذا مخالف للقانون الدولي ومخالف لكل الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الإسرائيلي، سواء اتفاق أوسلو أو كل الاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة الإسرائيلية أو القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن. كل هذه الأراضي تقع في حدود الدولة، في حدود عام 67، وهي حدود الدولة الفلسطينية التي قررتها الشرعية الدولية. بنيامين نتنياهو يريد أن يبقي المستوطنين على الأرض الفلسطينية، وهو قد يعني يسوق أو ينشر في الجمهور الإسرائيلي ويسوق لدى الجمهور الإسرائيلي أن إدارة حزب الليكود استطاعت من تنفيذ سياسة الضم التي وعدت فيه الجمهور الإسرائيلي طوال الفترة الماضية. تمام. طيب، يعني هو رد الفعل الفلسطيني جاء متمثلا فيما قاله الرئيس والزعيم الفلسطيني محمود عباس عندما قال يعني بهذه الصيغة نحن في حل من التفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. دايما بنشهده يا دكتور عماد أنه العالم كله بيضغط على أمريكا بوصفها يعني حليف استراتيجي لإسرائيل، وعلى إسرائيل للالتزام بهذه الاتفاقيات ولا حياة لمن تنادي. يعني كيف نفسر ردة فعل الرئيس الفلسطيني وتأثيرها؟ دعنا نقيم كل ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الخطاب جاء فيه مجموعة من القرارات
الجريئة التي إذا تم تنفيذها سيكون هناك مرحلة جديدة والفلسطينيين يكونون على مفترق طرق جديد في النضال والكفاح الوطني الفلسطيني. ما قاله الرئيس الفلسطيني هو انحلال السلطة الوطنية الفلسطينية أو انحلال منظمة التحرير من اتفاق أوسلو، اتفاق أوسلو الذي أبرم قبل 27 عاما، أي أنه كان من المقرر أن يتم الاتفاق على قضايا الحل النهائي بعد 3 سنوات من الاتفاق. وبالتالي أنا وجهة نظري أنه الاتفاق ألغي أو انتهى بعد مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، لأنه اليمين الإسرائيلي أراد من قتل رابين أن ينهي اتفاق أوسلو، لأنه كانت هناك نوايا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك في تنفيذ اتفاق مع الفلسطينيين وإعطائهم بعض الحقوق الفلسطينية. وبالتالي اتفاق أوسلو هو اتفاق شبه منهي، لن يتبقى منه إلا التنسيق الأمني الذي يهم دولة الاحتلال. وبالتالي إذا أقدمت السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي هكذا يكون تم تنفيذ ما وعد به الرئيس الفلسطيني وما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أيضا التوجه إلى المجتمع الدولي، أيضا تحميل الاحتلال مسؤولية الشعب الفلسطيني ومسؤولية احتلاله للأراضي الفلسطينية، أي أن يعني صحيح. بذلك هو صحيح. انحلال السلطة الفلسطينية وعدم بقاء السلطة الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني عندما قال أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو في إشارة منه أنه لا يوجد جسم غير منظمة التحرير، وفي إشارة منه أن السلطة الفلسطينية التي بنيت على أساس اتفاق أوسلو هي أصبحت اليوم خارج الاتفاق، وبالتالي اتفاق أوسلو أصبح منحل، وبالتالي السلطة الفلسطينية أصبحت غير عاملة وهي عبارة عن جسم بس يؤدي الخدمات للفلسطينيين. إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق أو هذه القرارات التي جاءت في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس سنكون نحن أمام مرحلة جديدة من الكفاح والنضال الفلسطيني، يجب أن تكون مبنية على خطوات عدة، منها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى تتمكن من تكوين موقف فلسطيني قوي يتم من خلاله التوجه إلى المجتمع الدولي، أيضا التحرك على المسار الدبلوماسي اتجاه المنظمات الدولية، اتجاه حد الموقف الدولي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، اتجاه الحاضنة العربية، إعادة ترميم الموقف العربي ليكون موقف موحد اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه حل الدولتين واتجاه المبادرة العربية للسلام، أيضا التوجه إلى المجتمع الدولي، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الصين، إلى روسيا. هل ما زال ذلك ممكنا دكتور عماد، خاصة وأنه يعني ربما منذ قدوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي ترامب يعني قبل ما يقرب من 3 سنوات ونصف يعني تنتهي أو يعني ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نهاية هذا العام، وهو دعمه لإسرائيل دعم كامل في ضم الجولان، في الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، كل هذه الإجراءات دعمت إسرائيل ككيان وقضت على كل فرص للتفاوض في سبيل تحقيق السلام. هل ما زال هناك أمل قائم؟ السيدي دعنا بداية أن نقيم الموقف الإسرائيلي من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. اليوم كانت هناك بعض التصريحات للقادة الأمنيين في إسرائيل يشككوا في إمكانية أن توقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، وهو بالتالي هنا يرمي يعني يعيد الكرة في الملعب الفلسطيني الذي الكل ينتظر هل السلطة الفلسطينية ستقدم أو هل منظمة التحرير ستقدم على تنفيذ تلك الاتفاقيات. الأيام القادمة سوف تشهد إذا أقدمت السلطة الفلسطينية على تلك الخطوات أم لا. إذا كان هناك موقف فلسطيني قوي يتم من خلاله التحرك إلى المجتمع الدولي. نحن نعلم أن العالم الآن منشغل في وباء كورونا وما يدور حوله من أعداد الوفيات والإصابات وعملية انتشار هذا الوباء. نحن يعني نقدر انشغال العالم في الاقتصاد المنهار من نتيجة هذا الوباء، نتيجة تعطيل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ده مش بس انشغال يا دكتور عماد، ده كمان يعني وباء غامض حتى إنه يحتمل تأويله سياسيا ويحتمل أن يكون مستثمر سياسياً هو منذ اللحظة الأولى. فيعني سواء من إسرائيل أو من أمريكا أو من الصين أو من أي دولة من دول العالم، هو منذ اللحظة الأولى تم يعني بدأ الحديث عنه أنه هذا يعني هو متغير جديد دخل في المعادلة السياسية على مستوى العالم، وخاصة مع قضية الفلسطينية، ولا حد يعرف حتى الآن إلى أي مدى يمكن أن يفصل فيها. نحن لا نريد أن نخرج من الواقع الفلسطيني الذي نعيشه. نحن سنتعامل مع واقع موجود،
نحن نعيش حالة انقسام فلسطيني فلسطيني. صحيح. نحن نعيش حالة ضعف للقضية الفلسطينية أمام الموقف الدولي، وبالتالي علينا أن نبدأ خطوة بخطوة حتى نعيد الكينونة للقضية. صحيح. الفلسطينية. صحيح. إذا بدأنا كذلك نصل إلى أن نحرك المجتمع الدولي وأن نصل إلى موقف دولي ضاغط على إسرائيل اتجاه وقف كل إجراءات الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وبحق قضيته. أما إذا توجهنا إلى المجتمع الدولي وقطاع غزة في جهة والضفة الغربية في مقسمة إلى عدة أقسام وكنت هناك، فيكون موقف فلسطيني ضعيف ولن نتمكن إلى حشد المجتمع الدولي ولن نتمكن إلى حشد المجتمع العربي الذي يعتبر الحاضنة للقضية الفلسطينية. الاهتمام الأول أو الاعتماد الأول هو على الفلسطينيين أنفسهم، هل يتمكنوا من توحيد أنفسهم وتكوين موقف فلسطيني واحد ووضع استراتيجية وطنية للكفاح في المجال السياسي والدبلوماسي والوطني أم لا؟ إذا بقينا هكذا فستبقى ندور في حلقة مفرغة ولن نصل إلى شيء ولن نتقدم اتجاه لا الموقف الدولي ولا الموقف العربي في ظل أن إسرائيل مستمرة بدعم أمريكي في تنفيذ صفقة القرن وتنفيذ سياسة الضم، ويعني ممكن أن تستمر في وما خفي كان أعظم. هو أصدق ما قلته الآن يا دكتور عماد هو أنه ما معناه من صار على الضرب وصل، يعني إذا بدأنا من جديد وحطينا أمامنا هدف يعني لا يهم متى نصله، ولكن المهم أن احنا سائرون على الضرب الذي يوصلنا إليه. الوحدة فعلا هي الطريق لتقوية الموقف الفلسطيني، ودي مسألة بديهية، وما فيش فرصة للحفاظ على القضية الفلسطينية وحلها إلا بالوحدة بالتأكيد. لكن بالعودة لحديثنا عن الاتحاد الأوروبي ودعمه للحق الفلسطيني، يعني كيف تنظر إلى هذا الدعم؟ يعني وخاصة أنه يعني هذا الدعم لم يعني يثمر عن شيء ربما على مدار عقود، يعني مسألة أخلاقية أنه تؤكد على أهمية احترام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، لكن حقيقة الأمر هذا الدعم لا ينتج عنه شيء. الموقف الأوروبي هو موقف أخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، ولكن هذا الموقف يزعج إسرائيل ويزعج الولايات المتحدة الأمريكية ويزعج كل الدول التي تقف في وجه القضية الفلسطينية. من المحتمل أن يتطور هذا الموقف اتجاه فرض عقوبات على إسرائيل أيضا من الممكن، ولكن هذه العقوبات قد تكون عقوبات باتجاه زيادة الاعتراف في القضية في الدولة الفلسطينية، الدول الأوروبية التي لم تعترف في الدولة الفلسطينية أن تعترف في الدولة الفلسطينية، أيضا من الممكن أن بعض الدول قد تفرض يعني قيود اقتصادية على إسرائيل. أما أن تتطور المشكلة أو تتطور الموقف إلى أن يتبنى الاتحاد الأوروبي القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، أنا أعتقد هذا من المبكر، والأمور المجتمع الدولي أو الاتحاد الأوروبي منشغل في قضاياه الداخلية المتعلقة في وباء كورونا. هذا الموقف هو موقف أخلاقي نتيجة تحرك الدبلوماسية الفلسطينية. الدول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا لها موقف إيجابي اتجاه القضية الفلسطينية، قد يتطور هذا الموقف خلال الأشهر القادمة، ممكن أن تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام، ممكن أن يشارك الاتحاد الأوروبي أو يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مؤتمر دولي للسلام. هذا هو التطور الممكن أن يحدث على مستوى القضية الفلسطينية اتجاه الموقف الأوروبي، ولكن بشكل عام موقف الاتحاد الأوروبي هو موقف مشرف داعم للقضية الفلسطينية ومتبني ومدافع عن القانون الدولي وعن الحق الفلسطيني الذي أقرته له الشرعية الدولية، الذي الاتحاد الأوروبي هو ضمن من جزء من هذه الشرعية. قضية الاستيطان واحدة من القضايا المهمة في ملفات التفاوض، يفترض سابقا وربما هي كانت القضية التي تشكل يعني البؤرة السرطانية في تأزيم الموقف دائما. إلى أي مدى ممكن يكون العمل الاستيطاني حتى الآن مستمر طبعا في القدس وفي الضفة الغربية؟ يعني شايف حضرتك تأثيره إلى أي مدى ممكن يكون يعني قاتل لعمليات السلام؟ والأهم بالمقارنة ما بين الضفة والقدس، يعني كيف تنظر إلى نوايا إسرائيل تجاه الضفة والقدس؟ إسرائيل مستمرة في عملية تهويد الأرض الفلسطينية. إسرائيل اليوم مجموعة من المستوطنين داهموا مستوطنة مخلاة، يعني شبه أنها مسلمة إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وداهموها وعادوا أقاموا من خلالها. إسرائيل يوميا تقيم عشرات
البؤر الاستيطانية، تقيم يوميا عشرات الوحدات الاستيطانية، وبالتالي إسرائيل مستمرة في البناء الاستيطاني. إسرائيل تستخدم الوقت، إسرائيل تستنزف الوقت، إسرائيل تستخدم لمصلحتها كل دقيقة في الانتشار في الأراضي الفلسطينية. في إسرائيل استغلت انشغال المجتمع الدولي، اشتغلت انشغال الدول في وباء كورونا، ومارست عملية امتداد استيطاني في القدس وفي مدن الضفة الغربية وفي نابلس وكل المدن الفلسطينية. إسرائيل يوميا تصادر عشرات الدنومات الفلسطينية وتقيم عليها الطرق الالتفافية، الطرق التي تخدم المستوطنين سواء في الخليل أو في نابلس أو في رام الله أو في القدس أو في كل المدن الفلسطينية. إسرائيل لن تقف يوما ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه انشغال المجتمع الدولي. هي تستغل كل لحظة ينشغل فيها المجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية، وتقوم بتهويد القدس وباحتلال أراضي جديدة وبتهويد أراضي جديدة بهدف خدمة مشروعها الاستيطاني. المستوطنات كانت من المقرر أن تكون ضمن قضايا الحل النهائي التي تناقش بعد اتفاقية أوسلو، بعد 3 سنوات من اتفاقية أوسلو، أي في مرحلة الحكم الذاتي أو المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي. وبالتالي لحتى هذه اللحظة المستوطنات التي كانت في عهد توقيع اتفاقية أوسلو هي الآن يعني عشرات الأضعاف منها في الضفة الغربية. إسرائيل اليوم تسيطر على جزء كبير من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي لم تكن تسيطر عليها منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وهذا يدلل على استمرار إسرائيل في تهويد الأراضي الفلسطينية وفي بناء المستوطنات وفي مصادرة الأراضي الفلسطينية في خدمة مشروعها الاستيطاني. نعم، يعني بما أنه تطرقنا لهذه النقطة، ربما نؤجل نقطة أخرى لما بعد، بما أنه حضرتك ذكرت تأثير كورونا على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى يعني لا أدخل في يعني نظريات المؤامرة المختلفة الكثيرة وإلى أي مدى يمكن أن تكون إسرائيل مستفيدة من أزمة كورونا، لكن إلى أي مدى ممكن يكون لأزمة كورونا العالمية تداعيات على وجه العالم، وخاصة القضية الفلسطينية وتأثيرها عليها يكون على القضية الفلسطينية طبعا إيجابي أم سلبي، وخاصة مع يعني كل الفعاليات السياسية المختلفة بما فيها الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في خلال 6 أشهر من الآن في الولايات المتحدة. وباء كورونا أثر على القضية الفلسطينية، وبالتالي أثر من أي ناحية؟ لم يؤثر على الفلسطينيين أنفسهم كما أثر على القضية الفلسطينية برمتها. الوضع الفلسطيني الحمد لله بخير، قطاع غزة لم ينتشر فيه هذا الوباء، وهو نتيجة حالة الحصار والإغلاق المفروض عليه. الضفة الغربية هناك بعض الحالات المسيطر عليها، وبالتالي التأثير هو تأثير سياسي. انشغال العالم في هذا الوباء راجع القضية الفلسطينية إلى الخلف، وبالتالي أصبحت الاهتمام ليست بالوضع السياسي الفلسطيني وليست في قضية فلسطين، الاهتمام أيضا بالوضع الداخلي للدول، حالة الانتشار للوباء، عدد الوفيات، عدد الإصابات، نسبة حظر التجوال، نسبة الوضع الاقتصادي المتعطل لدى بعض الدول أو لدى دول العالم بأجمع، حجم الاحتياط النقدي لدى الدول. وبالتالي الدول أصبحت تفكر بكيفية المحافظة على وضعها الداخلي، كيفية المحافظة على النظام الاقتصادي لديها، كيفية المحافظة على الوضع الاجتماعي والسياسي لتلك الدول. وأصبحت القضية الفلسطينية في محطات ثانية وثالثة، يعني النظر إليها وكأنها أن الاهتمام في الوضع الداخلي من ثم يبدأ الحديث ويبدأ التفكير في القضية الفلسطينية. وبالتالي هذا أثر على القضية الفلسطينية وأدى ورقة قوة لإسرائيل في تنفيذ كل مخططاتها. بنيامين نتنياهو كان من المفترض أن يتم محاكمته أمام القضاء الإسرائيلي، وبالتالي استغل انتشار وباء كورونا. صحيح، تحدثنا في ذلك قبل شهر واتفقنا على النقطة دي، على أنه وهو ما حدث بالفعل، استطاع أن يصل إلى حكومة ائتلاف مع أزرق أبيض، وبالتالي حقق أهدافه واستغل وباء كورونا في الوصول إلى أهداف سياسية لديه. في المقابل الجانب الفلسطيني تراجع بالوضع السياسي أمام المجتمع الدولي وأمام المحافل الدولية. يعني لا نريد أن نغفل دور الجماعة العربية وأمنها العام ورسائله للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إن كان هذا الأمر يستلزم أيضا تقييما، وخاصة أنه يعني الحديث دائما عن البدائل المتاحة، وخاصة أمام الفلسطيني، ولا أقول فقط أمام المفاوض الفلسطيني.
ليس أمام الفلسطينيين أي بدائل سوى مواصلة الكفاح الوطني الفلسطيني وإعادة لملمة الصف الوطني الفلسطيني ويعني إعادة ترتيب الأوراق الفلسطينية. أي شخص يخسر في قضية ويخسر أو يخسر في حتى فريق كرة القدم عندما يخسر في مباراة يرجع خطوة للخلف ويحدد أولوياته. ما هي الأولوية الأولى له لإعادة ترتيب هذا الفريق وحتى يكسب في معركة أخرى. الآن على القيادة الفلسطينية أن تقف لحظة صمت وترتب أولوياتها اتجاه ما هو القادم، كيف إمكانية، كيف لنا أن نواجه سياسة الضم الإسرائيلية، كيف لنا أن نتوجه إلى المجتمع الدولي، كيف لنا أن نعيد بناء استراتيجية كفاحية وطنية يشارك فيها كل الفلسطيني لكي نتحدى إلى الاحتلال الإسرائيلي. إذا أجبنا على هذه التساؤلات نستطيع من خلالها البدء من جديد والوقوف على أول درجة في السلم كي نعيد للقضية الفلسطينية مكانتها وكينونتها. إسرائيل ماضية ضاربة في عرض الحائط كل القرارات وكل القوانين الدولية بدعم أمريكي، ماضية في مشروعها الاستيطان ومشروع الضم ومشروع التهويد ومشروع السيطرة على كل ما هو فلسطيني. ماذا نحن فاعلون؟ يجب أن نسأل أنفسنا ماذا نحن فاعلون لمواجهة هذه السياسة ومواجهة هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. علينا أن نجيب على هذه التساؤلات كي نتمكن من البدء من جديد ولملمة الصف الوطني والذهاب نحو موقف وطني فلسطيني جامع نتوجه من خلاله إلى المجتمع الدولي، نتوجه من خلاله إلى الحضن العربية، نواجه من خلاله إسرائيل عبر استراتيجية كفاحية وطنية نتفق عليها. إذا كنا نتفق على المقاومة الشعبية فلنتفق، إذا كنا نتفق على الكفاح بالسلاح فنتفق على الكفاح بالسلاح، وبالتالي نقف أمام استراتيجية وخطوط ثابتة لكل الفلسطيني للتحرك اتجاه موحدين اتجاه الموقف الدولي واتجاه الموقف العربي واتجاه كل المواقف، ونكون أكثر قوة وأكثر صلابة اتجاه كل القضايا التي تواجه القضية الفلسطينية. نعم، ده بالتأكيد، وبشكرك شكر جزيل على تأكيد رسالتك في ضرورة الوحدة كبداية السبيل لتقوية الصف الفلسطيني والعربي. الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من المشهد، على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.